السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هنعمل حاجة سريعة وكمان حلوة قوي لأي حد عنده أطفال. هنعمل آيس كريم القوالب أو آيس كريم العود. القوالب دي أنا كنت شارياها من محل الأدوات المنزلية اللي أنا صورته معاكم قبل كده على القناة. هسيب لكم لينك الفيديو في الدائرة البيضاء اللي فوق أو في الديسكريبشن بوكس، دي طبعا اللي حابب يدخل الفيديو ويشوف الادوات المنزلية بالاسعار، كل حاجة تلاقوها موجودة. انا معايا هنا قلبين، قالب مكون من 6 وحدات وقالب مكون من 4 وحدات، وعملت عصير مانجا وفراولة، وكان عندي كمان تانج برتقان عملت كوباية منه، عملت من كل حاجة كوباية واحدة. يعني هتعملي العصير العادي بتاعك خالص، بس هتخليه مسكر شوية، تمام؟ يعني هتحطي السكر بتاعك على الفاكهة بتاعتك وتخلطها في الخلاط، بس هتخليها مسكرة بس شوية، تمام كده. اي عصير بقى انت حباه، انا المتكرر متوفر عندي اللي هو البرتقال والمانجا والفراولة، تمام. حابة تعملي بقى تمر هندي، جوافة، اللهم صل على سيدنا محمد، اناناس، بصي اي عصير ينفع ويبقى حلو قوي. فاكهة طبيعية موجودة عندك في البيت، تمام. تانج برضو ماشي. اما تعملي كمان العصير الفاكهة اللي اولادك ما بيرضوش يشربوه في الايس كريم ده، يحبوه هياكلوه. هبتدي بقى اللي انا اعبي القوالب بتاعتنا. هشيل بقى المصاصات اللي فوق دي او العيدان اللي فوق دي، طبعا بيبقى فيها عود كده بيمسك فيه العصير بتاعي لما بيتجمد، بيمسك في العود وتطلعيه كده كأنه ايس كريم، كأنك شارياه بالظبط زي ايس كريم اللي بتشتريه كده في عود من بره، تمام. انا هعبي انا القوالب كده، بس اللي انا عبيتها الاول دي كانت كتيرة شوية، احنا هنقصها شوية عشان لسه هغطي ما تتكبش مني. انا هاملة كده لغاية الحواف، تمام. شكلي بقى زي ما انت حابة. حابة تحطي كمان تخلطي من ده على ده، يبقى ميكس كده مع بعضه في قالب واحد يبقى حلو قوي، او في عود واحد يبقى حلو قوي، زي ما انت حابه. حطي، انا ظبطت دول وملاتهم كلهم اهو زي ما انتوا شايفين، ما ماليش للاخر، حلو قوي. هبتدي بقى انا اغطي بالغطيان اللي فيها العيدان دي. عايزه اقولك اولادي اللي كانوا بيساعدوني، يعني البنت اللي بتغطي معايا دي والاولاد، كانوا كده فرحانين بجد، كانوا فرحانين كده وحاسين بحاجه كده، ايه، متعه كده وهم بيعملوا معايا. طبعا هي مش مستاهله يعني ان حد يساعدني، بس هم عايزين يقفوا بقى معايا، اللي يغطي غطا، اللي يملى حاجه كده، يعني مشجعهم جدا. على فكرة حلوة، انا كمان والله بجد لما طلعت من الفريزر بقيت انا اكل منها، حلوة قوي. يعني مش بس للصغيرين، ده للكبار كمان والله. وطبعا في الصيف اللي احنا فيه وعايزين نطري على قلبنا كده بحاجة حلوة متلجة كده، فدي بتبقى حلوة قوي، احسن ما بتشتريها من بره مواد صناعية، وبتبقى كده مش حلوة، عدبة كده ومش حلوة. طبعا مواد صناعية ما انتش عارفة هي ايه كمان المحطوط، ما هو عمره ما هيكون طبيعي. طبعا اتعودي تعملي كل حاجة في بيتك، وخصوصا الحاجات اللي الاولاد بيحبوا يشتروها من برة اعمليها انت في البيت، وخصوصا في الايام اللي احنا فيها يعني، وايام الوباء اللي احنا فيه. وغير كده الحاجات اللي بنشتريها من برة، طبعا انت مش عارفة هي نظيفة او مش نظيفة، وغالبا بتكون يعني مش اللي هي، وكمان مواد حافظة، واللهم صل على سيدنا محمد، والوان صناعية وحاجات كده مضرة بصحة الاطفال والكبار كمان. تابعي قناتي وان شاء الله باذن الله هنعمل حاجات كتير حلوه هتعجبك وتعجب اولادك. اللي مشترك معايا يضغط لايك كده ويشجعني، واللي مش مشترك يا ريت ينزل يشترك، هيلاقي تحت الفيديو كلمه اشتراك موجوده باللون الاحمر، يضغط عليها يظهر له جرس، يضغط عليه هيظهر له 3 اختيارات يختار الكل، علشان اي فيديو جديد ان شاء الله باذن الله انزله يوصله له. ويا ريت تشجعوني بكومنتاتكم الجميله، وكل متابعيني طبعا على راسي من فوق اللي بيشجعوني وبيدعموني دايما، بقول لكم وجودكم على راسي من فوق، وربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا. شايفين بقى بعد ما طلعته من الفريزر، انا دخلته الفريزر قعد حوالي 4 ساعات، طلعته كان اتجمد كده وبتجمد كمان قبل ال4 ساعات، بس انا ما طلعتوش غير بعد 4 ساعات، تمام كده، حلو قوي.
يعني هو مجرد عصير بتعمليه، بتعبيه في القوالب وتغطي القوالب كويس وتدخليها الفريزر، بتقعد لها كام ساعة كده وتطلعيه بتجمد بالطريقة دي، تديه لأولادك بقى يمص فيها كده عصير طبيعي كده، وكمان متلج ان هو اللهم صل على سيدنا محمد بيطري على قلبهم كده في الصيف، حلو قوي بيحبوه. يلا بقى اللي ما عندوش القوالب دي يروح يشتريها حالا ويعمل لأولاده ويفرحهم كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.